بقى؟ ايه؟ يعني بتكتبي كويس وكمان بتسلميني في ميعادك؟ ده ايه ده بقى ده بقى ده بقى ده؟ اه استاذ شاهر انا بتخض بسهوله. تاني استاذ شاهر تاني. شاهر. طيب شاهر كنت عايزه اتكلم معاك في حاجه مهمه. فلوس؟ ممكن ما تهزرش؟ اتفضلي. كنت عايزه اتكلم معاك بخصوص موضوع ال واو افكت. ماله؟ شاهر انا كاتبه قصه رومانسيه بسيطه قوي، مش عايزه امل فيها مفاجآت وتوستات مش عارفه اعمل ده، ومش حاسه ان ده شبه القصه اصلا. طب انا هفهمك اكتر. قصه حب مثلا فريده وطاهر، قصه حب حلوه بس عاديه ممله بريدكتبل، مش زي اون ذا اذر سايد قصه حب فريده وهاني. قصه حب فريده وهاني بقى اكسايتنج سبايسي وادجي، وهو ده اللي الناس عايزه تشوفه. يعني انا من رايي انك تزودي في اللاين ده وتطوري فيه. ايوه لكن انا الاساس بالنسبه لي هي قصه فريده وطاهر. طاهر اللي عمل حاجات مفيش راجل مصري ولا شرقي ممكن يعملها عشان حبيبته. بهارات بقى والحاجات اللي انت عايز نضيفها للقصه دي مش عجباني اصلا. يا جوي انا هنا. اسمي فرح بقى. ماشي يا فرح، انا هنا علشان اساعدك تعرفي تعملي ده. مش انت عايزه روايتك تتباع؟ وانا كمان، بس في نفس الوقت انا مش هعرف اعمل حاجه انت مش حباها، فاعتبريها نصيحه. اوكي طب ممكن ما تقولش على قصة فريدة وطاهر ان هي مملة؟ يا فرح لازم تتعلمي تفصلي ما بين حياتك الشخصية وما بين الرواية. انا عارف ان فريدة وطاهر هو انتي وطارق، انا عارف ده، بس لازم اقول رأيي. يا فرح انا وانتي تيم، نجاح روايتك من نجاحي، حاولي تاني. طهقت يا مجدة طهقت. الرواية برضو؟ آه معلش يا حبيبتي لازم تتعبي شوية عشان تلاقي. في إيه يا ماجدة أنت كويسة؟ مفيش. طب ما رحتيش الشغل ليه النهاردة؟ أنا أصلاً ناوية أسيب الشغل. كل ده عشان أدري هيخطب؟ إيه ده؟ بطلي الكلام ده. ماجدة أنا رجعت شغل في الأوتيل، وخلي بالك إنه أنا عندي جهاز مخابرات على أعلى مستوى بينقل لي الأخبار كلها، وأنا أصلاً كنت واخدة بالي. بس يا بنت بطلي قلة أدب. ما عادي يا جوجو يعني، وإحنا مشاعرنا بإيدينا. أقول لك إيه بس؟ تصوري جه يسألني على الست اللي عايز يخطبها بلا نيلة. معلش عادي يعني بتحصل. المهم بس ما تسيبيش الشغل. يا ديني لو أنا اللي قلت هريح شوية قبل ما أروح أجيب فريد من المدرسة. أنا عايزة أرجع طالبة تاني.